الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بخير وصية وصى الله بها الأولين والآخرين بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا ولا تعصوا، واجمعوا ولا تفرقوا، وتعاطفوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الناس، إن الله بعلمه وحكمته يخلق لعباده في معاشهم ما لم يكونوا يحتسبون، ويهيئ لهم من الوسائل العظيمة ما يستدعي استحضار فضل الله ومنَّته بها عليهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا منه. ولذلك قال سليمان عليه السلام حينما علمه الله منطق الطير: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن نعم الله على عباده تترى، لا ينقلبون في نعمةٍ من نعم الدنيا إلا تبعتها أختها، نعمٌ في المال، ونعمٌ في المعيشة، ونعمٌ في وسائل مُراغمة الحياة الحديثة التي قرَّبت البعيد واختصرت الزمن. تجد من في المشرق يسمع سلام من في المغرب، تجد من في المشرق يسمع سلام من في المغرب، ليس بين نطق ذاك وسماع هذا إلا لحظاتٌ يسيرات. وإذا أن من بالشمال سمع أنينه من بالجنوب، ليس بين أنين ذاك وسماع هذا إلا زمن يسير. إنه لواقع عجيب، لو قص على آبائنا وأجدادنا لعدوه ضربا من ضروب الخيال، أو أحاديث سمر الليل، أو التصورات التي لا وجود لها إلا في الأذهان ولا حقيقة لها في الأعيان. كيف لا يعدونها كذلك لو علموا أن أحدنا يجلس متكئا على أريكته في مجلسه، أو مستلقيا على سريره في غرفته، تصل إليه الأخبار في المشارق والمغارب، ويتحدث مع العشرات أو المئات أو الآلاف أو الملايين، تتوالى إليه الأخبار حثيثة بتحريك إبهامه أو ضغط سبابته وحسب قبل أن يقوم من مقامه. ولقد أصبحت الكلمة تخرج من فم صاحبها، والحرف يخطه بنانه فيبلغ الآفاق وهو متكئ لم يجلس بعد. فلا يحتاج في معرفة ذلكم كله إلى الخروج من بيته، ولا التطواف بأيدية الناس ودورهم ومجالس الروايات والأخبار لديهم. كيف لا يعجبون لذلك وقد كان الغائب عنهم مفقودًا حتى يرجع، وأخبار الأمم حولهم بين وقوعها وبين سماعهم بها مراحل من الزمن. إنها لنعمة وسائل التواصل، إنها لنعمة وسائل التواصل الاجتماعي منها وغير الاجتماعي، التي أذهلت العقول وأدهشت الأسماع وخطفت الأبصار، وخطفت الأبصار بسرعتها ودقتها وتكاملها.
نعم أيها الناس، لمثل ذلكم سيعجب الأولون لو سمعوا به، إنها لنعمة عظمى أكرم الله بها عباده ليبلوهم أيشكرون أم يكفرون، أيمتطونها فيما يرضي الله وفيما أباح لهم، أم يمتطونها في تعدي حدود الله، أو الحوم حول حماها يوشكون أن يرتعوا فيه، والله يقول: وقليل من عبادي الشكور. إنها لقفزة هائلة، في التواصل، جعلت من سكرة حداثتها وهيجانها تغييبًا لوعي كثيرٍ من الناس عن تمييز خيرها من شرها، فلم يستحضروا إبان غمرتهم أنها في الحقيقة كغيرها من الوسائل فيها خيرٌ وشر وإثمٌ كبير ومنافع للناس، وأن حسنها حسن وقبيحها قبيح، غير أن طبيعتها وجدتها أفرزت ممارسات غريبة من اللامبالاة بالآداب والأعراف وخلط الزين بالشين ورفع الكلفة المحمودة، حتى أصبحت أنامل المرء هي صورة فكره أكثر من عقله ولسانه، لأن الذي يباشر هذه الوسائل إنما يباشرها في معظم أحواله في خلواته منفرداً لا كفاحًا أمام الناس. ومثل ذلكم حريٌّ بأن يعزل صاحبه عن عظم مآلات الكلمة وما يتبع ذلك من مغبَّاتٍ خطرة. نعم، عظم الكلمة التي كان يستحضرها مثل عبد الملك بن مروان حين سأله بعض جلسائه قائلين له: نراك قد شبت، فقال: شيبتني المنابر. فيا لله العجب، كيف تشيبه المنابر وهو إمام المسلمين وخليفتهم، وهو العربي الفصيح الفقيه لا سلطة لأحد عليه. ذلكم هو ابن مروان الذي قال عنه الأصمعي: إنه لم يلحن في كلامه في جد ولا هزل. وقد ذكر الأعمش عن أبي الزناد أن عبد الملك بن مروان أحد فقهاء المدينة الأربعة. كل ذلك، كل هذه الصفات التي يحملها بجدارة لم تكن حاجزًا له عن إدراك مسؤولية الكلمة وخطورتها واختلاف أفهام الناس وتفاوت عقولهم في تلقيها، ما يجعله يحتاط لتبع مآلاتها. إذا كان هذا هو ما جرى له في زمن لا يسمع خطبته فيه إلا عدد يسير لا يبلغ ما تبلغه الكلمة في هذا الزمن عبر وسائل التواصل، فكيف بمن يقرأ له ألوف أو ملايين من الناس على اختلاف أفهامهم وعقولهم وغاياتهم؟ ولقد صدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذ قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إن سهولة الوصول إلى هذه الوسائل عباد الله وسهولة استعمالها قد أفرزت غيابًا لهيبة الكلمة وعدم استشعار عظمها وخطورتها، حتى إنها أصبحت لدى كثير من الناس في مقام حديث النفس لا زمام له ولا خطام. فلقد أزالت هذه القفزة العجيبة كثيرًا من التحفُّظات والحواجِز التي لا يجرؤ أحدٌ أن ينطِق بها بشفتيه في مجلسٍ ما، لكن يمكن أن تجرؤ عليها أنامله من خلال لمسه لوحة المفاتيح الرقمية، لتصبح تلك اللمسة أسرع من إعمال الفكر وأكثر شغلًا لصاحبها من محادثة من هو بجانبه يحس بأنفاسه، حتى إنكم لترون القوم في المجلس الواحد كتف أحدهم بحذاء كتف جاره، وقد تقاربت أجسادهم لكن قلوبهم وأبصارهم شتى، كل يناجي ويحادي
عبر تلكم الوسائل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره لأمته قيل وقال، فماذا عسانا أن نرى في وسائل التواصل بين ظهرانينا من كثرة القيل والقال وسفساف الكلام والهمز واللمز والسخرية والشماتة إلا من رحم ربي. لقد كنا قبل وسائل التواصل الحديثة نسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. نعم عباد الله، لقد كنا نسمع بهذا الحديث فيضيق تصورنا لتلك الآفاق التي يبلغها ونحصرها في مستوى إدراك واقعنا آنذاك، لكنه بوسائل التواصل الحديثة يتجلى هذا المعنى بوضوح، بوضوح أعم وأوسع مما كنا نتصوره قبلها. إن بعض الناس ليتوهم أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل طريقاً معبداً للثقافة لا ترى فيه عوجاً ولا أمتا، في حين إن الأمر خلاف ذلكم تماماً، لأننا نكابد في زمننا هذا واقعاً متسارع الخطى تتدفق إلينا معلوماته تدفقاً شديداً عبر هذه الوسائل، ما يؤكد اليقظة والحذر لما يمكن أخذه من بين سطورها وما يجب رفضه، حتى لا نقع في شرك كنا نفر منه فنكون صيدا ثمينا لمآرب اللاعبين بالمجتمعات المتربصين بها الدوائر ليضربوا وعيها في مقتل، أو على أقل تقدير لينجحوا في تأجيج إرهاب فكري يتنازعه طرف الغلو وطرف الجفاء، فتكون ثمرة التنازع تبدلاً في الهوية أو مسخاً في أصول الفكر والثقافة. ولا عجب في ذلكم عباد الله، فإن استسهال لمسة واحدة للوسيلة بتفضيل عبارة أو إعادة تدويرها أو التثنية عليها، كل ذلك جدير في إرباك الفكر وتشويش المفاهيم وإثارة الاحتقان سبهللا دون خطام ولا زمام ولا ترون في صحة المعلومة أو عدمها، فتصبح القدرة على بث الإشاعة حينئذ أقوى بمراحل من القدرة على تمحيصها، ويصبح الاستعداد لقبولها أقوى كذلك من القدرة على نفيها أو الرد عليها. كل ذلك يمكن أن يكون ما دام أن كلًا يرى أن بمقدوره أن يكتب فيها ما يروق له دون قيود ولا وازع ولا مواثيق تواكب هذا الحدث، ولا سيما أن كثيرا من الناس يستطيع أن يكون رمزا يشار إليه بالبنان وسط تلك الساحات إذا تهيأ له جمهور قد وطن نفسه بأن يكون متلقيا لا فاحصا، مقلدا لا مجتهدا، رجع صدى لا صوتا مستقلا، وبخاصة في هذا الزمن الذي تغلبت فيه العاطفة على العقل فجعلته مهيئاً لمن أراد احتلاله دون جهد أو مدافعة تذكر، حتى يصبح عقلاً يقول ما يقول ويمر ما جاءه معصوب العينين، لا يجادل في شيء من ذلكم ولا يماري. كل ذلك في فترة تحول ذهني تقوده عاطفة شكلها سيل وسائل التواصل الجارف على أن تكون قابلة للانتقال من النقيض إلى النقيض والضد إلى الضد، أو الجمع بين المتضادات والتفريق بين المتماثلات. ولا يبعد ذلكم على من خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الحديث رواه أبو داود والترمذي. إن أكبر خطأ تقع فيه المجتمعات حين تتجاوز نظرتها إلى تلك الوسائل من كونها مجرد وسائل إلى جعلها أصولا أو غايات، ولا تسأل حينئذ عن نشوء أجيال
مشوشة التفكير، هشة التأصيل، بضاعتها في الرسوخ مزجاة، يسهل اختراقها والتسلل إليها لواذا بغسيل فكري وتوطين من ينشد الثقافة على أن يكون إمعة. إن فسد الناس فسد، وإن ظلموا ظلم، والله جل شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورًا رحيمًا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن وسائل التواصل الحديثة تسخير من الله، والناس فيها بين غاد ورائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم إن وسائل التواصل الحديثة واقع لا مفر منه، ولا إنكار لما تحمله من أوجه الخير وأوجه الشر، ما يجب على العقلاء وذوي العلم والفهم السليم أن يزاحموا أهل الشر، والطيش والغفلة والتهور. وإنه لا مناص من ذلكم عباد الله لإطفاء حر الطيش واللامبالاة ببرد الأناة واستحضار المسؤولية. كما أن علينا جميعا أن نعلم بأن وسائل التواصل غيبتها غيبة، ونميمتها نميمة، وبهتانها بهتان، وقذفها قذف، وسبابها سباب، والإثارة إثارة. فمن ظن أن هذه الوسائل تغير المعاني والمقاصد والحقوق فهو يعيش تصوراً ذهنياً نشأ من ضيق فكره وعدم اكتراثه بالحقوق والواجبات. وقولوا مثل ذلكم في كل خلل أخلاقي وإثم شرعي، فإن امتلاك المرء أي حساب له في تلك الوسائل لا يمنحه الأمان من المحاسبة، الدنيوية، ولا السلامة من الإثم في الآخرة. بل إن عظم الإثم والمحاسبة بقدر كثرة المطلعين عليه والمتأثرين به، وستظل الأخلاق وضوابطها ثابتة لا تتغير، فهي لسان مقروء كاللسان المسموع، والآداب لا عمر لها فهي لا تشيخ ولا تهرم. إن وسائل التواصل على ما فيها من خير ونفع للأمة في مجالات شتى، إلا أن فيها شرا كثيرا وضررا ضاربا بأوتاده على عقول خلية لا سياج لها ولا حمى. ومع كثرة ذلكم الشر، إلا أن جماعه في ثلاثة شرور: الأول، بث ما يذكي الفرقة والتباغض والتدابر بين أبناء الملة الواحدة والمجتمع المسلم الواحد. وثانيها، نقل الأخبار والإشاعات المرجفة أو المخذلة التي تثمر التشويش والتهويش وبناء فروع على أصول لا صحة لها. وثالثها، الحديث في الأعراض وتتبع العورات والوصاية على الخلق بالأهواء لا بالشرع، وبالتعيير لا بالنصيحة. ألا إن تلكم القوادح لهي من أكثر ما ينقض عرى الإيمان بالله واليوم الآخر، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تلكم الوسائل حقائب سفركم، فانظروا ماذا تحملون فيها، وهي لكم وردٌ وصدر، فانظروا ماذا تردون منها وماذا تنهلون. إنها أعمالكم، بين أيديكم في دار المهلة، وستلاقيكم في دار البقاء، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. قد أفلح من زكَّاها، وقد خاب من دسَّاها. فرحم الله امرأً أدرك ضعف حاله
وقلة حيلته، وأن عليه من الكرام الكاتبين من هو رقيب عتيد. فلله ما أكثر المفاليس بسبب تلكم الوسائل. نعم، إنه الإفلاس من أوسع أبوابه، وإن أعظم شهود على إفلاس المفلس هم القراء والمشاهدون، فهم المعنيون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنتم شهداء الله في أرضه. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم. اللهم كن لجنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.